هل يدل اسم كرات الدم البيضاء إلى لونها؟ هل يدل اسم كرات الدم البيضاء إلى لونها؟ لا. بس اسم. شلون بس اسم؟ كرات الحمر. كرات الحمر ايش فيها؟ الدافع. الدافع شنو؟ الدافع بداخل الجسم. الدافع الرباعي. الدافع بالجسم. ايه الدافع الرباعي. ايه. الدافع على الجسم من الجسم البكتيريا وهاي السوالف. مو؟ الدم كريات الدم الحمر البكتيريا. قال الدافع قال البكتيريا. من قال البكتيريا عمي؟ قال الدافع بالجسم. ايه خلاص تمام. ايه. عشان جوابك. انت شنو عيد بس عيد السؤال. عندك سؤال هم؟ ليش اسمها كرات البيض لو شنو؟ ايش فيها كرات الدم البيض؟ ايش فيها؟ هل يدل على لونها؟ لا. والله ما عندي جواب. ما عندك معلومة. ما عندي معلومة. ما اعرف والله بس هي مو ما تدل على لون. ما يدل على لون. هي البيض الدافع. البيض شنو هو؟ الدافع. الدافع شنو هو؟ الحساس. ايه. يا حساس. ما سيارة. ما لها علاقة باللون يعني. ما لها علاقة؟ باللون. بس هي وظيفتها انه تدافع عن شيء مناعي بس. حلو. تعال حبيبي تعال. تعال يمي. تعال شلونك؟ والله ايش تشتغل انت؟ انا ديليفر. ديليفري زين. بما انه انت جاوبت هو جاوب حلو. كل واحد من عندكم راح اعطيه هديه حلو. بس تقسموها اثنيناتكم. لك القمشي طيب ولا الارجيله وانت شو تريد؟ شكل الشمال. انت رياضي؟ لا مو رياضي ابد ابد. منا منا ولا طق عمي. وانت مدخن؟ لا تعال ملعب حديد. ملعب حديد.